مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليك يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها، حاميها ربي يخليك ليها، وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها، وإيديك بإيديك هتعمرها. حققت الوعد لينا، هتعيش يا مصر حرة، هتعيش ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين عايشين الفرحة بيكي. بيت جميل، تشطيبات فائقة الجودة، أسعار تنافسية، وتسهيلات في السداد. معادلة صعبة، نادرة الحدوث، خاصة لو كنت تبحث عن التميز والاستقرار. دار الإعمار حلت المعادلة الصعبة، وعليك الاختيار. إذا كنت من مالكي أراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً في دمياط الجديدة والتجمع الخامس، فلا بد أن تعرف أننا في دار الإعمار للإنشاءات والعمارة والمقاولات العامة نفكر فيك دائماً، وفي مساعدتك حال شرائك قطعة أرض وترغب في بنائها وتشطيبها. أخذنا على عاتقنا لواء الجودة المتقنة والكفاءة في التصميم والتنفيذ، وما كان استيفاء تلك المعايير بالأمر السهل إلا من خلال منظومة متكاملة من المهندسين المعماريين المبدعين في التصميمات التي تجمع بين الفخامة والرقي والدقة في التصميم الداخلي والخارجي. كل ذلك وأكثر تحت إشراف نخبة من المهندسين المدنيين لمتابعة جميع الأعمال، بداية من أول البناء المطابق للمواصفات القياسية، ثم استخدام أفضل الخامات وأجودها، والالتزام في العمل بجدول زمني صارم دقيق لمتابعة الأعمال وحجم التقدم والإنجاز، بالإضافة إلى إمكانية تتبع مراحل المشروع من خلال تقارير مصورة من أرض الواقع. هناك المزيد، عملت شركة الإعمار على تطوير المنظومة الإنشائية، ولأول مرة بدمياط الجديدة يتم الاعتماد على أخشاب البلايوود في أعمال الخرسانات واستخدامها بما يخدم طبيعة الإنشاءات والتربة. الكثير والكثير من التفاصيل لا تلقي لها بالاً، فمع دار الإعمار بيتك أمانة مع منظومتنا المتكاملة. لسنوات واجهنا صعوبات كثيرة، لكننا كنا على مستوى الحدث وعلى قدر التحدي. هدفنا أن نكون علامة مضيئة في مجال البناء والتعمير. سنكون معك خطوة بخطوة، نرسم أحلامك بدقة، وسنوفر أفضل الخامات خلال جميع مراحل الإنشاء. نتطور دائماً في أعمالنا بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات.
ثقة عملائنا مسؤولية كبرى تدفعنا كل يوم لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. دار الإعمار، خبراء المعمار. المهندس محمد البنا. هنا الجمهورية الجديدة. النهاردة معانا حلقة مختلفة جدا. النهاردة معانا حلقة بروح مكتب هندسي للمشروعات. يعني ايه مكتب هندسي؟ هنعرف النهاردة في دار الإعمار. خلونا نرحب بالمهندس محمد البنا، رئيس مجلس إدارة شركة دار الإعمار. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك يا دكتورة، ومنورانا في المكتب الجديد. بشكرك على الدعوة الكريمة. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين في البداية تحكي لنا ازاي اخترت المجال ده وازاي بدأت؟ والله البداية كانت ان انا تربيت اصلا في عيلة شغالة في المقاولات والمعمار، بعد كده اسقلت الحاجة دي بالدراسة، ابتديت مشواري من هنا بعد كلية هندسة. طبعا خلصت، بدأت خدت مشواري، فتحت المكتب، بدأت اشتغلت بعد كده في السوق، وتدرجت شوية بشوية بدأت اخد شغل. يعني مجال المعمار عامة بالوراثة. مجال المعمار بالوراثة. ودخلت هندسة وقررت ان انت تفتح مكتب هندسي للمشاريع. هو ده طبعا فادني كتير طبعا، لان فيها بتاعت الشغل موجودة عندي. بعد كده اسقلتها في الدراسة، فلما اتخرجت على طول كنت قادر النهاردة ان انا واكب سوق العمل واشتغل. عايزين بس نعرف المشاهد يعني ايه مكتب هندسي. انا كعميل هستفاد ايه لما المشروع يكون مشرف عليه مكتب هندسي ذو جودة؟ هو اساس العمل اصلا بتاعنا هو ان انت يكون معاك مكتب هندسي. العميل النهارده بيجي معاه قطعه ارض، لازم يكون معاه مهندس. النهارده بيروح للمهندس دون، بيديله قطعه الارض، المهندس بيقعد معاه، بيبدا يديله متطلباته، يشوف العميل ده متطلباته ايه بالظبط، المساحات اللي هو عاوز يستغلها ايه او دنيته ايه، بيبدا المهندس يوظف له القطعه بتاعته. بيبتدي طبعا بيعمل التصميم المعماري، بعد كده بيعمل التصميم الانشائي كده، لو في رخصه طبعا بيطلع له تراخيص القطعه بالمواصفات والاشتراطات البنائيه، لان كل منطقه لها اشتراطاتها. بعد كده التنفيذ طبعا بيبقى المهندس طبعا مدرك لكل بند عنده هو ماشي ازاي. يعني دور المكتب تصميم وانشاء، تصميم وتنفيذ واشراف. تصميم واشراف. دار الاعمار تختلف في ايه عن اي مكتب هندسي اخر؟ دار الاعمار بالنسبه لنا احنا بنتدرج وعملنا منظومه كامله. بنختلف في ايه؟ احنا بدايه المشروع بيجي لنا او العميل بيجي لنا بقطعه الارض بتاعته، بناخد قطعه الارض، بنقعد نشوف المعماري اللي يتناسب مع العميل ايه، بنوظف المساحات بتاعته حسب الاشتراطات البنائيه، بنعمل بعد كده التصميم الانشائي، بنطلع له الرخصه، بعد كده العميل جاي بيبقى جاهز للتنفيذ. احنا في دار الاعمار بقى بتبدا من هنا المرحله المختلفه شويه عندنا، اللي هو احنا كوننا منظومه كامله للتنفيذ. يعني العميل النهارده بيدخل دار الاعمار بيبقى عارف النهارده ان هو الكواليتي والجوده عنده بتزيد نتيجه لايه؟ نتيجه للمنظومه اللي موجوده، الاطقم الحرفيه كلها والمصنعيات والكلام ده موفرها كادر للشركه طبعا موجوده لضمان جوده العمل. يعني احنا بنتحكم في رتم العمل ان هو يكون جودته عاليه جدا جدا. كلمنا باستفاضه، دار الاعمار بتتكون من ايه؟ هو دار الاعمار هو احنا مكتب هندسي، عندنا طبعا المكتب الفني، عندنا المكتب التنفيذي، عندنا طبعا المنظومة الإدارية التانية اللي بتدير العمل عندنا. كلمنا عن دور كل قسم في دار الإعمار. المكتب الفني طبعا بيجي العميل عاوز يصمم طبعا الفيلا عنده أو كده، فبيبدأ المكتب الفني يحط التصميم بتاعه باحتياجات العميل دون، بيتم ده بالاشتراطات البنائية اللي محطوطة، بيبدأ يوظفها للعميل. قسم الفني مختص بالرسومات طبعا، هو اللي بيختص بالمعماري بتاع المشروع، هو اللي بيصمم المشروع، يعني هو اللي بيخلي العميل يشوف شكل المشروع، هو اللي بيصمم المشروع. بيصمم المعماري الداخلي، بنبدأ بالمعماري، التصميمات المعمارية الأول، بعد كده بنخش في المرحلة الإنشائية بتاعة المبنى، بعد كده بنتنقل لمرحلة التنفيذ. القسم التنفيذ بياخد اللوحات من القسم الفني وبيبدا ينفذها على ارض الواقع. يعني انا كعميل ليه ادخل اتعاون او اعمل بروتوكول او اشتغل مع دار الاعمار؟ والله هو احنا في دار الاعمار احنا على مدار سنين كان كل هدفنا ان احنا نعمل كواليتي عالي وجوده كويسه في المنتج اللي احنا بنقدمه. ده ما كانش هيتحقق معانا الا بوجود منظومه. دايما كان عندي طموح ان انا اعمل حاجه كويسه، مش مجرد ان انا اعمل شغل وخلاص.
بدأت أكون منظومة، بداية طبعا من القسم الفني، القسم التنفيذي، القسم الإداري، كل الإمكانيات المتاحة بدأت أن أنا أوظفها. بالإضافة بدأت أدخل عندي المعدات اللي أنا أقدر أفيد بيها العميل اللي جاي عندي، أقدر أطلع المنتج بالكواليتي والكفاءة اللي أنا عاوز أطلعها بيه. العميل طبعا بيجي دار الإعمار، العميل عندي بيلاقي مثلا بياخد تقرير مصور من أول ما بدأ في القطعة لحد ما انتهت بالفيديوهات بكده. عندنا في دار الإعمار العميل بيخش عندي بيجيب لي قطعة الأرض، في البداية باخد منه قطعة الأرض، بنبدأ نعمل له عليها الرسومات المعمارية، بعد كده بنبدأ نخش في مرحلة الإنشائي، بعد ما نخلص الإنشائي بنخلص له الرخصة، بنبدأ في مرحلة التنفيذ. قبل ما ببدأ أنفذ للعميل بيكون العميل عامل له حصر كامل بجميع المواد المستخدمة بالكميات. العميل ده قبل ما بيشتغل بيبقى عارف هو هيجيب ايه او مش هيجيب ايه، او التكلفة بتاعته عند البند ده ايه. فالعميل النهاردة بيبقى مدرك لكل شيء عنده في المبنى، عارف هو هيعمل ايه في الوقت اللي يناسبه، بالإضافة للتقارير المصورة اللي هو بياخدها من بداية المشروع لنهاية المشروع، وفي الاخر بيبقى معاه تقرير كامل، فايل كامل للمشروع بتاعه. احنا اشتغلنا كمان على تطوير المنظومة دي، بدأت ادخل الخشب البلوت، وده كانت طبعا مخاطرة كبيرة في حد ذاتها، وكان اول خشب بلوت يدخل تقريبا في الحيز بتاع دمياط الجديدة بالنسبة لقطع الاراضي. بس كل همنا كان اننا نطلع منتج مختلف، منتج جودته عالية. دار الاعمار مشهورة بالجودة. اي عميل اتناقشنا معاه قبل الحلقة قال لنا ان شركه دار الاعمار بتهتم قوي بالكواليتي، بتهتم قوي بتفاصيل الانشاءات، بتفاصيل الخامات. كلمنا شويه بقى باستفاضه، انت بتستخدم ايه في المباني؟ والله هو بدايه بستخدم ايه، هو اللي حضرتك بتقوليه ده ناتج من اللي انا قلته، اللي هو ايه، اللي هو بدايه من الحرفيه كمان قبل الخامات برضو الحرفيه. لذلك كان اول ما يعني من اول الحاجات اللي انا طورتها في المنظومه عندي هي الحرفيه، الكوادر البشريه اللي موجوده وشغاله. طبعا احنا بنختارهم بعنايه شديده، في رقابه عليهم باستمرار، وعندنا اتقان في الشغل جدا، وعاوزين الشغل دايما يطلع بجوده عاليه. انا شخصيا لو الشغل مش كويس مش ببقى مرتاح، فاهم حاجه عندي الشغل يبقى طالع كويس. ازاي؟ بدايه من الكوادر اللي موجوده، في القسم الفني بنختار الكوادر بعناية جدا، عندنا كوادر عالية جدا جدا، عندنا كوادر قوية جدا في التنفيذ. العمالة البشرية اللي موجودة معانا عمالة مدربة، عمالة كفائتها برضو عالية، فالمنظومة كلها فيها ترابط. أرض وعايزة أبنيها فيلا أو أبنيها عمارة، ممكن أجي أعمل زي اتفاقية مع مكتب هندسي وهو اللي يبقى مسؤول عن بناء المشروع كله؟
والله اللي حضرتك بتتكلمي ده بيتم معانا بالفعل، يعني احنا النهارده معانا معظم العملاء، في منهم اللي بسافر بره، معانا عاملين بالخارج كتير اصحاب قطع، فبيكلمونا بينصفوا معانا باي وسيله اتصال. طبعا بنشوف القطعه، بنبدا نحط اللي يناسبهم في القطعه ايه من تصميمات، وبنبدا ننسق معاهم كل مراحل العمل دي. يعني بعد التصميمات بتقدروا تاخدوا الرخصه بعد كده تبتدوا في التنفيذ؟ يعني المكتب هو المسؤول عن كل المكتب هو المراحل. المسؤول عن كل الامور الاداريه اللي تخص القطعه. العميل دخل المكتب، المكتب بقى مسؤول عن كل الامور الاداريه اللي تخص القطعه والامور التنفيذيه. العميل احنا بنوفر له الحصر بتاع القطعه بكمياتها بكل بند. العميل بيبقى عارف كل بند عنده فيه ايه، بيبقى عارف متطلباته وبدا يشتغل معانا. يعني مش شرط اكون شركه تطوير عقاري عشان اعمل تعاقد مع مكتب هندسي؟ لا طبعا مش شرط، ما احنا معظم العملاء اللي معانا مسافرين وكده واصحاب اراضي. يعني كلمنا عن الخطه المستقبليه لدار الاعمار. والله الخطه المستقبليه لدار الاعمار، احنا طبعا عندنا طموح كبير، احنا بنعمل براند مش مجرد ان احنا بنشتغل وخلاص. عاوزين في كل مكان ان شاء الله باذن الله نبقى متواجدين فيه، نسيب فيه علامه كويسه وفيه بصمه كويسه. بنجتهد على قد ما بنقدر ان احنا نطلع اعلى جوده ممكنه ويبقى عندنا اتقان في العمل. ان شاء الله احنا يعني خدنا خطوه في التجمع الخامس، موجودين ان شاء الله في التجمع الخامس الفتره اللي جايه. خلاص جهزنا المقر ان شاء الله في التجمع، خلال فتره بسيطه جدا ايام قليله ان شاء الله هنكون متواجدين في التجمع الخامس، ودي تعتبر خطوة كويسة لينا إن شاء الله. بنطمح فيها إن احنا نحقق حاجة كويسة ونسيب بصمة إن شاء الله كويسة هناك. دار الإعمار بقالها كام سنة على أرض دمياط؟ دار الإعمار بقالها 12 سنة على أرض دمياط. 12 سنة، بعد 12 سنة على أرض دمياط قررت إن أنت تتوسع وتطلع خارج دمياط. خارج دمياط إن شاء الله بالتوفيق، وأتمنى لك كل التوفيق. والحقيقة احنا خدنا معاكم جولة من قلب مشاريعكم، اعلى كواليتي، اعلى دقه، اعلى خامات، التشطيبات، الثري دي اللي اتفرجنا عليه لما نزلنا على ارض الواقع شفناه مطابق للثري دي. هي دي من يعني برضو دي من الحاجات اللي احنا برضو لازم نكون مهتمين بيها. ما ينفعش النهارده اعمل للعميل واجهه واجي اطبق على طبيعه الاقي حاجه تانية خالص. فاحنا بنكون مهتمين، انا يعني في كوادر مسؤوله، في مهندسين مسؤولين عن تنفيذ الواجهات على الواقع، يعني بياخد من التصميمات وينقل على الطبيعة. فكل حاجة إن شاء الله معمول حسابها، يعني احنا شغالين إن احنا نكون بنأدي العمل على أعلى جودة وأعلى دقة. كلمني بقى عن تنفيذ الواجهات للمشاريع. والله هو تنفيذ الواجهات عندنا للمشاريع طبعا ده قبل ما بنبدأ في المشروع تماما بيبقى معمول تصميم الواجهة بتاع المشروع. بنبدأ إن احنا قبل ما بنشتغل في المشروع نكون عارفين احنا هندخل نعمل ايه بالظبط في الواجهة دي. لازم الواجهة عندنا تكون مطابقة للوحة وللتصميم تماما. هي الواجهات عندنا طبعا شيء أساسي، إن أنا النهاردة ما ينفعش أعمل للعميل واجهة أنفذ على الطبيعة حاجة تانية. فكل ده عندنا يعني الحمد لله إحنا بنبقى مركزين في أدق التفاصيل اللي تخص المنشأ تماما. المنشأ عندنا لازم الواجهة تكون مطابقة 100% للتصميم. باشمهندس محمد، حضرتك بقالك 12 سنة في السوق العقاري، بل من الآباء والأجداد كمان حضرتك كنت متواجد. إيه اللي اختلف في المجال المعماري بعد الجمهورية الجديدة؟ والله هو احنا النهاردة واخدين المسار الصحيح باتجاه الجمهورية الجديدة. النهاردة الدولة كل يوم في طروحات للأراضي، في طرح كبير. حضرتك النهاردة أنت معانا في دمياط، هتبص تلاقي كمية الطرح اللي موجودة وكمية المباني اللي موجودة، العاصمة الإدارية، أراضي التجمع الخامس، أكتوبر، في كل مكان. في كل مكان الجديدة. بقى في مدينة جديدة. كل مكان في مدينة جديدة النهاردة. فالنهاردة يعني كمهندس النهاردة الاتجاه مفتوح، يعني الشغل مفتوح. البلد النهاردة فيها شغل في الاتجاه العقاري. أي مهندس النهاردة يقدر ياخد الخطوة ويشتغل، الطريق مفتوح قدامه وممهد ليه تماما. ايه الفرق ما بين المقاول والمهندس اللي عنده مكتب استشاري هندسي؟ مكتب الاستشاري الهندسي ده بيشرف على العمل، جهة إشراف على العمل وجهة رقابية على العمل. المقاول ده جهة تنفيذية بياخد الشغل تنفيذ بينفذه. القسم الاستشاري أو المهندس الاستشاري هو اللي بيستلم منه، هو اللي بيشرف على العمل ده.
في دار الاعمار في اكتر من قسم، عندكم قسم تصميمات خارجيه، عندكم تصميمات داخليه. كلمنا شويه بقى عن الاقسام اللي ليها علاقه بالديكور والفرش. انا كعميل ممكن استلم منك الارض وهي مبنيه ومفروشه وجاهزه. الهدف دايما في دار الاعمار ان العميل داخل يلاقي كل حاجه باعلى جوده واعلى دقه، ويلاقي اللي هو محتاجه موجود. احنا كمكتب هندسي طبعا عندنا القسم الفني، طبعا عندنا مهندسين مهره جدا في شغلهم، عندنا شغالين 3D الداخلي، الديكور الداخلي عاملين فيه شغل كويس جدا، الواجهات الخارجيه بنعمل واجهات كويسه، بنحاول نطلع وننوع بين الواجهات. يعني لو حضرتك معاكي مثلا واجهات استعرضتيها هتلاقي في الكلاسيك وفي المودرن، في النيو مودرن، في حاجات كتير. يعني هتلاقينا مش مقتصرين على اتجاه واحد، احنا بنحاول نجدد. عايزين كلمه بقى اخيره بلسان دار الاعمار للسوق العقاري المصري. طبعا اهم حاجه في السوق العقاري الجوده. احنا كدار الاعمار بنهتم بجوده العمل جدا جدا جدا، بنتقن عملنا جدا جدا. اهم حاجه احنا بنحاول كمان نطور من نفسنا في مجال عملنا جدا، ما عندناش حدود في يعني العمل. يعني حضرتك شايف ان اهم حاجه في السوق العقاري هي الجوده؟ طبعا جوده التنفيذ، جوده الخامات، جوده التنفيذ، جوده كل حاجه، جوده في الخامات، جوده في التنفيذ، الجوده هي اهم شيء. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك يا دكتور، وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى لك تحقق طموحك وتفتح فروع في كل مكان في الجمهوريه الجديده. احنا سعداء بوجودك معنا في دمياط، وانت ما شاء الله عليك البرنامج الجديد يعني ما شاء الله عامل ضجه ومواكب السوق العقاري، وبالتوفيق دايما ان شاء الله، ودايما احسن ان شاء الله. بشكرك، واحنا دورنا ان احنا ننقل الصوره للمشاهدين الكرام، بننقل صوره فيها تعب، فيها مجهود، فيها ابتكار، فيها تميز، زي شركه حضرتك كده وهي بتهتم بالجوده جدا. شكرا لحضرتك يا دكتوره. بشكرك جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده خلص حديثنا مع المهندس محمد البنا، رئيس مجلس إدارة شركة دار الإعمار. عرفنا معاه يعني إيه مكتب هندسي، يعني إيه مكتب استشاري هندسي للمشروع، يعني إيه مكتب بيشرف على المشروع من أول قطعة الأرض لحد تسليم المفتاح. وبكده خلص حديثنا، تعالوا بينا ناخد جولة من أرض مشاريع شركة دار الإعمار. يلا بينا. بتحلم بمكان جميل متشطب وسعر مش عالي وتسهيلات في السداد؟ دار الإعمار حلتها وعليك الاختيار. لو كنت من الملاك في بيت الوطن والأكثر تميزاً في دمياط الجديدة والتجمع الخامس، هتساعدك دار الإعمار للإنشاءات والعمارة والمقاولات العامة في البنى والتشطيب وكل حاجة. ما تشيلش هم التصميم والتنفيذ، فريقنا من المهندسين المعماريين المبدعين بيوفر تصميمات مودرن بدقة متناهية، سواء تصميم اندور أو اوتدور، تحت إشراف نخبة من المهندسين المدنيين لمتابعة جميع الأعمال من أول التصميم على الورق وحتى متابعة تطور المشروع بتقارير فيديو من أرض الواقع وصولاً للتسليم النهائي. التحديات صعبة على مدار سنين، لكنها أثبتت جدارتنا بشهادة عملائنا. هدفنا نكون علامة مضيئة في مجال البناء والتعمير. هنكون وياك خطوة بخطوة، نرسم معاك أحلامك ونوفر لك أفضل الخامات خلال جميع مراحل الإنشاء والتسليم النهائي. بنطور دايماً في شغلنا بأحدث تكنولوجيا. ثقة عملائنا مسؤولية كبيرة بتحركنا عشان نحقق إنجازات أكتر ونجاحات أكبر. رؤيتنا واضحة في جودة تنفيذ مشروعاتنا. احنا انجزنا 150 مشروع في خلال 12 سنة. احنا
هدفنا الالتزام، تطوير، الإبداع، التميز. بنقدم أفضل الواجهات بتصميمات عصرية. تصميم الفراغ بالاستغلال الأمثل للمساحات. دار الإعمار، خبراء المعمار. المهندس محمد البنا. يلتقي ساحل البحر الأبيض مع روعة التخطيط العمراني ودقة تصميم والإنشاء، تتجسد أسمى معاني الراحة والكمال على أرض دمياط الجديدة في هافانا ريزورت. منتجع سكني سياحي وترفيهي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، يحاكي الطبيعة الأخاذة والحياة المفعمة بالألوان الزاهية لهافانا كوبا. على مساحة 40 فداناً يقع منتجع هافانا بمدينة دمياط الجديدة على ساحل البحر مباشرة في منطقة القرى السياحية، حيث يوفر العشاق حياة الساحل اللاتيني وحدات تتراوح مساحتها بين 190 متراً حتى 900 متر مربع، يتم تسليمها للعميل كاملة التشطيبات مع توزيع المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية على مساحة 20 فداناً، والتي يتخللها شريان النهر الأزرق الذي يجري بين الوحدات، بالإضافة إلى حمامات سباحة متعددة الأغراض مع لمسة عصرية من فيو الكريستال لاجون بمساحة فدانين. ولأول مرة بمنطقة الدلتا يتم تدشين أكاديمية الجولف ذات 3 أفدنة مع خدمة الجولف كار. في هافانا يتمتع الجميع بالخصوصية مع وجود حمام سباحة مغطى للنساء، والترفيه مستمر ولكل الأعمار بوجود كيدز إيريا مع حضانة وملاعب كرة قدم متنوعة، إلى جانب أوقات من المرح داخل أكوا بارك للصغار وأكوا بارك للكبار. ولعشاق الفن السابع، سينما عالمية بتقنيات عرض عالية الجودة. مع هافانا تكتمل المتعة والحياة الصحية بملعب تنس أولمبي وصالة للكرة الطائرة وأخرى لليد. هناك المزيد مع صالة جيم مجهزة على أحدث طراز وبأساليب علمية تخدم عشاق الرياضة والفتنس. كل هذا وأكثر مع وقت الراحة والاستجمام بالنادي الاجتماعي، ومن حولك مول تجاري عالمي يلبي كافة الاحتياجات. مشروع هافانا هو الاستثناء في المعمار والبناء الذي تحتاجه دمياط الجديدة، منتجع عالمي برؤية حالمة تلبي طموحات الساعين للتميز والرقي. تجربة حياة صحية آمنة
مع منتجع هافانا بدعم أمني وحراسة على مدار الساعة لنوفر لك ولأسرتك الأمان والاطمئنان. هافانا، إشراقة حياة، حياتك على البحر. هنا الجمهورية الجديدة، احنا على أرض أكبر كومباوند سكني سياحي في مدينة دمياط الجديدة. خلونا نرحب بالمهندس هادي الشناوي، استشاري عام المشروع. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا أهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي، أشكرك. أهلاً. عايزين حضرتك تكلمنا عن مشروع هافانا. مشروع هافانا يعتبر من مشاريع السباقة في دمياط، موقع ممتاز طبعا على البحر ومساحته يعني كبيرة، 40 فدان عندنا، 20 منهم فدان تعتبر مساحات المستغلة السكنية، و20% خدمات. والخدمات فيها يعني احنا عندنا 2 اكوا بارك، وعندنا مجموعة حمامات سباحة، عندنا يعتبر في المشروع حوالي 148 حمام سباحة، عندنا برضو بلاصة كده، عندنا فندق 2500 متر، تمام، في حوالي 148 وحدة، تمام، فندقية واخدة فيو كامل على البحر، وعندنا في بيسين برضو على الروف بتاع الفندق، اخد اطلالة محترمة جدا على البحر. عندنا طبعا المشروع ده يتميز عن اي مشروع اعتقد صعب اللي هو يتنفس فيه فكرة النهر. احنا عندنا حوالي مساحة 10,000 متر نهر يعتبر ماشي جوه الكومباوند، يعني كل عناصر الكومباوند من الفيلا للقصور اخدة فيو على النهر الداخلي، تمام. ده تعتبر برضو حاجة من الحاجات اللي هافانا متميزة فيه جدا، تمام. المشروع بشكل عام هو موفر كل العناصر الترفيهية والخدمية في نفس الوقت، يعني عندنا برضو في الفندق في دور كامل معمول زي مول، يعني احنا الى حد ما برضو في براندات كتير اتكلمت معانا على الدور ده، فاعتقد برضو الكلام ده هتبقى اضافة محترمة قوي للمشروع. باشمهندس هادي، كلمني عن انواع الوحدات بالمشروع والمساحات. احنا في هافانا عندنا استوديوهات بتبدا مساحتها من 60 متر ل 100 متر، وعندنا شقق سكنيه بتبدا مساحتها من 190 ل 200، وعندنا فيلل سكنيه بتبدا من 350 ل 400، وعندنا قصور بتبدا من 1000 من 900 ل 1000. وطبعا القصور دي اول مطلة على البحر، والفيلل اخده فيو كامل على النهر الداخلي في الكومباوند، وعندنا الاستوديوهات دي ملحقة بالفندق، يعني احنا عندنا ادوار في فندق، وعندنا في نفس المكان عندنا استوديوهات برضو للبيع. في نفس الفندق ده في بسين في الروف اخد فيو كامل على البحر. كومباوند هافانا بيقدم ايه لمدينة دمياط الجديدة؟ هو انا اعتقد احنا لسه في دمياط، دي حاجة جديدة لسه في دمياط، فكرة الكومباوند المقفول اللي فيه الخدمات بشكل عام، وعندنا العناصر الترفيهية برضو، احنا عندنا 2 اكوا بارك، وعندنا منطقة الجولف، عندنا يعني حاجات لسه جديدة في محافظة دمياط، واعتقد لما الكومباوند يخلص هم نفسهم هيطلبوا حاجات من دي كتير. عايزينك تكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها كومباوند هافانا لسكانها، وعايزين نتكلم على البنية التحتية. احنا في هافانا عندنا خدمات كتير، تمام، بدايتها عندنا فندق، الفندق مسطحه حوالي 2500 متر، في وحدات استوديوهات لاول مره في دمياط بيطرح استوديوهات، تمام. عندنا برضو الدور الارضي مول متكامل، تمام، في اكتر من براند متكلم على وحدات فيه. هندخل بقى في منطقه الشاطئ، احنا منطقه الشاطئ عندنا فيها مسرح روماني، عندنا منطقه لركوب الخيل، عندنا جيم اوبن اير، كل دي حاجات جديده في محافظه دمياط ما توفرتش في محافظة دمياط قبل كده. عندنا منطقة النهر نفسه، عندنا نهر كبير اخد فيو على الفيلل كلها حوالي 10,000 متر، برضو المسطح ده مسطح كبير صعب تحقيقه في محافظة دمياط في كومباوند، لان كومباوند مسطحه كبير. عندنا منطقة الشاطئ نفسها كمان، تمام، احنا بنتكلم في المشروع كله 40 فدان، عندنا منطقة الشاطئ 20 فدان لوحدها، عندنا حوالي 10 ملاعب مختلفة، ملاعب مختلفة ما بين تنس وهاندبول، وعندنا برضو فكرة المكتبة، احنا عاملين منطقة في الشاطئ مكتبة متكاملة. فكرة الموقع كمان بتاع الكومباوند اللي عايز اتكلم فيه، موقع يعتبر جميل جدا، يعني احنا عندنا الفيو احنا واقفين فيها، هوت عندنا البحر، وعندنا فيه المناطق الخضراء اللي حوالينا،
عندنا مرابط خيل قدامنا، واحنا هنعمل كمان مرابط خيل على المنطقه الشاطئيه، فتعتبر منطقه هاديه تمام، ومنطقه ليها خصوصيه في دمياط الجديده ما اعتقدش ليها تتكرر، لان اغلب دمياط الجديده مباني سكنيه كتل خرسانيه. المنطقه ديت فيها شاطئ ومناطق خضراء تمام يمين وشمال، فانت قاعده في منطقه تعتبر اللي عايز يجي يقعد يعني في راحه نفسيه بيقعد في المنطقه دي، عشان كده بنقول عليه كومباوند سكني سياحي. وخدماته كمان متنوعه وفي اكتر من اتجاه، يعني احنا قلنا مسرح رواني وقلنا مكتبه وفي نفس الوقت قلنا ملاعب، يبقى احنا عندنا الاتجاهين مغطينهم بشكل مظبوط، والمول طبعا عشان الشوبينج، يعني ما فيش حاجه ناقصه في الكومباوند. طب في مدارس او جامعات قريبه من الكومباوند؟ هو ده من ضمن ميزه الموقع اللي احنا عندنا تمام. اولا جامعه الازهر قدامنا على طول بتتبنى، عندنا جامعه حورس، عندنا جامعه الدلتا، عندنا جامعه المنصوره الجديده، كل ده، وعندنا المعاهد جوه دمياط الجديده، المعهد العالي للهندسه، عندنا مدرسه اليابانيه، عندنا مدارس خاصه تمام. كل اللي انا بتكلم فيه ده في دايره حوالي 30 كيلو 40 كيلو، فتعتبر منطقة قريبة جدا من أغلب المدارس. وعندنا برضو مناطق خدمية قريبة خلاف الخدمات اللي جوه كومباوند، وقريبة جدا، يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده حوالي 10 دقايق بالعربية. الجمهورية الجديدة قدمت ايه للسوق العقاري المصري؟ هو الجمهورية الجديدة هي اللي فتحنا أفق الاستثمار، يعني الناس بدأت تفكر في سكيلات المشاريع دي لما بدأ يبقى في مشاريع كتير من النوعية دي. يعني احنا فكرنا في المشروع ده، او اللي فكروا في المشروع ده فكروا فيه لاني شافهم اكتر من كومباوند بنفس الفكرة في محافظات تانية بدأت بها الجمهورية الجديدة، فسهلت علينا اجراءات كتير اللي احنا نعمل الكومباوند ده. انا لو عميل اشتري ليه في هافانا؟ هافانا بيقدم لك كل حاجة، خدمات، سكن، راحة، ترفيه تمام، كل العناصر دي خلاف ميزة الموقع اللي مش هتتكرر، لان اصلا كمان الاماكن جوه دمياط الجديده بقت قليله، يعني الموقع ده يعتبر فريد يعني من نوعه فعلا، يعني خدمات متميزه، ترفيه تجاري، فندق، يعني كل العناصر موجوده. سعر المتر داخل الكومباوند بيفرق كتير عن خارج الكومباوند؟ لا، يعني حاجات بسيطه، يعني احنا بنتكلم في حوالي 5% زياده عن المباني السكنيه اللي حوالينا، واعتقد الخدمات دي تستاهلهم يعني. انا بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. شكرا. عايزين ناخد جوله بقى من ارض مشروع هافانا. تامرك، اتفضلي. تامرك. مشاهدينا الكرام، بكده خلص حديثنا مع المهندس هادي الشناوي استشاري عام المشروع. كنا على ارض اكبر مشروع سكني سياحي على ارض مدينه دمياط الجديده. تعالوا بينا ناخد جوله من ارض هافانا، يلا بينا. هتعيش يا مصر.
مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا من دمياط الجديدة لفقرة بروح مرسى علم. معانا شركة من 2005 وهي في السوق العقاري المصري بالتحديد في مرسى علم. ليه مرسى علم؟ هنعرف النهاردة مع الأستاذ طارق إسماعيل مدير قسم المبيعات بالشركة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا زهرك يا دكتور. منورني في الجمهورية الجديدة. والله أنا مبسوط إن أنا مع سعادتك. أشكرك بجد والله العظيم. أشكرك. حضرتك من الناس المحترمين جدا اللي حضرتك بتحترم مشاهدينك، وأنا سعيد إن أنا معاكوا، يعني ده هيعلم من شركتنا أكتر. أشكرك وأكتر. أشكرك أشكرك. والشركة المصرية تستاهل إنها تطلع لمشاهدينا الكرام ولأي عميل مهتم بالعقار في مصر، سواء بيشتري أو بس حتى عايز يعرف إيه الجديد في الجمهورية الجديدة. تمام، ده من زهر حضرتك. إحنا الأول عاوز أعرف بس مشاهدين بتاع حضرتك، ايه هي الشركه المصريه واحنا من سنه كام، وايه السي في بتاعنا وايه ثابت الاعمال بتاعتنا وايه الشغل اللي احنا ماشيين بيه. اتفضل. تمام، احنا شركه مصريه الحمد لله من سنه 2005 في السوق المصري. الشركه بتاعتنا سلمنا قبل كده فندق كنز هاوس، كنز هوليدي، اول واكبر مول تجاري اتعمل في مرسى علم كنز مول، ده بتاع الشركه المصريه. الحمد لله احنا مرسى علم دي بتاعتنا، احنا عندنا اكتر من 10 مشاريع في مرسى علم كلها في وسط المدينه، انا لا قبل المدينه ولا بعد المدينه، كل شغلنا هو في مرسى علم في وسط المدينة، وكل شغلنا فنادق. احنا الحمد لله رواد الاستثمار فندق في مصر، احنا مش كرة سياحية وشاليهات. حضرتك انت لما بيتعرض عليكي فكرة ان انت حضرتك تقضي اجازتك، تحبي تقضي اجازتك في فندق ولا في شاليه؟ بحجز على طول في اوتيل حقيقي، حتى لو عندي فيلتي في الساحل او شاليه على طول نقول الاوتيل اريح. عشان كده احنا بنجيب من الاخر على طول، احنا بندي في الفندق بكل الخدمات الفندقية واعلى مستوى فندقي موجود. طب ليه يعني مرسى علم؟ حضرتك مرسى علم المدينة الوحيدة اللي فيها مطارين دوليين، مطار مرسى علم الدولي، مطار برنيس الدولي. حضرتك هناك في حاجه اسمها بحيره النيزك، بحيره النيزك دي في مقوله بتقول ان في نيزك انضرب سنه 96. نعم. عمل بحيره، البحيره دي معموله للاستشفاء، الاجانب بيجوا من كل حته في العالم للاستشفاء في بحيره النيزك دي، احنا كمصريين ما نعرفهاش. حضرتك الشاطئ الوحيد المصنف على مستوى العالم موجود في مرسى علم، شاطئ اسمه شرم اللولي، شرم اللولي ده التالت عالميا، ما فيش شاطئ في مصر ولا في الشرق الاوسط مصنف غير شاطئ شرم اللولي، ده موجود في مرسى علم بس. حضرتك مرسى علم لما بتروح شرم او الغردقه بتتفرج على الدولفين الشو بتاعه من فوق من المدرجات. صحيح. ده هناك حضرتك في محميه الدولفين، حضرتك بتنزلي مع الدولفين تعومي معاه. مرسى علم من اجمل الاماكن السياحيه اللي موجوده في العالم كله. الشركه المصريه من 2005 وهي في مرسى علم. بالظبط يا فندم، وابتدينا نسلم وسلمنا المشاريع بتاعتنا زي ما احنا كنز هاوس كنز هوليدي. جميل ان احنا بنسلم العميل او الشريك بتاعنا. ليه شريك؟ احنا ما بنبيعش المشروع بالكامل، احنا بنبيع 50% و50% بتاعنا. بمعنى ايه؟ ان انا مش ببيع وبمشي، لا انا ببيع وبستثمر معاك. القصه مش قصه ان حضرتك تمتلك وحده فندقيه وخلاص، لو حضرتك هتدفع جنيه في وحده مش هتستفيدي منها ما تشتريهاش. بمعنى احنا في الوقت دلوقتي فضل. استثمر فلوسي كمان في الوحده طبعا بمعنى. اعلى استثمار بقى في مرسى علم. ليه بقى؟ مرسى علم حضرتك زي ما قلت حضرتك فيها مطارين دوليين. ليه المطارين دوليين؟ اكتر عدد اجانب شغالين في مدينه مرسى علم، دي معلومه جديده ما حدش يعرفها. شغالين في المناجم هناك بتاعت الدهب، اكتر عدد اجانب شغالين هناك. الاجنبي ده عاوز يقعد فين؟ في اوتيل. طيب الاوتيل اللي هيقعد فيه دوت هو هيقعد، انا بعتمدش على السائح اللي جاي لا قدر الله حصل كورونا، حصل لا قدر الله اي حاجه هيمشي ومش هيلاقي سياحه. انت بتعتمد على الاجنبي المقيم اللي بيشتغل، فانت استثمارك معايا طول السنه. وده اللي احنا عملناه لما جينا بعنا كنز هاوس كنز هوليدي، بسلم العميل بالفرش بالاجهزه بالتكييفات بكل شيء، يعني مش بسلمها لك بقول ما حضرتك متشطبه وانت كمل فرشك بقى اتحمل 150,000 او 200,000 جنيه تاني، لا انت بتسلمها بكامل الخدمات الفندقيه بتاعتها بالفرش بالاجهزه بالتكييفات. وكنا بنبيع بمقدم وقتها 10% ويستلم فوري والباقي كان على 6 سنين، وكان من اول يوم بعمل له عقد الاستثمار بتاعه. ليه؟ لان الناس ديت بتيجي تاجر عندنا، احنا الوحيدين اللي في وسط البلد، الناس الاجانب اللي شغالين بيأجروا معانا احنا في الفنادق بتاعتنا، فمن اول يوم كان بيطلع له عائد، من اول يوم كان بيكسب. يعني معلش استفسار بس، يعني انا دلوقتي لو جيت اخذت واحده من الشركه المصريه ايا كان البروجكت ايه في مرسى علم، انت بتمضيني عقد ان انت هتدير وهتأجر وهتستثمر لي فلوسي في الوحده دي؟ لو حضرتك حبيتي، حضرتك حبيت تستثمرها عن طريق مفيش مشكله، الوحده بتاعتك، بس انا من اول يوم بضمن لك لو حبيت تأجرها عن طريقنا الاستثمار من اول يوم للاستلام، ويدخل لي دخل شهريا ممكن كمان اسدد بيه اقساط الوحده. برافو على حضرتك، احنا لسه جايين في النقطه دي، دي حقيقه فعلا، وبتكسبي منها من اول يوم مش اقساط بس، يعني من اول يوم في دخل داخلي. النهارده حضرتك يا دكتوره منى في الوضع اللي العالم كله فيه، لو انا هدفع جنيه في حاجه مش هستفيد بيها ما اخدهاش.
نعم. دي حقيقة. نعم. تمام. وما تكونش كمان فيها ريسك يعني حاجة بالزبط. مضمونة. بالظبط. حضرتك احنا الحمد لله السي في بتاعنا قوي. آخر مشروع لينا كان مرسى أدرس. مرسى أدرس ده كان المشروع المفروض تسليم المرحلة الأولى بتاعته في 1/28/23. المرحلة الأولى هنسلمها في 1/23/23. ليه؟ احنا مش بنبيع مشروع غير لما نكون بانيين منه فعلي. يعني أنا مش ببني بفلوس العميل. لا انا بكسب يعني وببني. انت ما بتعملش لانش للمشروع وبعد كده تلم مبلغ وكتبني، انت بتبني وبعد كده بتطرح الوحدات للبيع. بص اقول لحضرتك حاجه، اي عميل يشتري حاجه لسه على الارض هو بيرمي فلوسه، عشان نبقى صريحه مع بعض. دي ما تجيش تعاتب الشركه بعد كده، انت اشتريت وانت عارف ان هي على الارض، هو هيبني بفلوسك انت. طب البيع وقف مش هيبني. انما لما تبقى شركه على اساس وهي بانيه بالفعل مش لسه هبني، يعني مشروع اللي هنتكلم عليه ماليه ان هي تبني ومش متوقفه على بيع. المشروع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يا دكتور ده اول مره هنزل بيه مع حضرتك. ده مشروع لاول مره. اول مره هنزل بيه ده اسمه مرسى بيتش. مرسى بيتش ده حضرتك احنا بانيين منه 40%، مش لسه هبني فيه. باني منه 40% ولسه اول يوم بتطلق المشروع على الهواء النهارده. بالظبط. كل مشروع بنطلقه لازم نبقى بانيين قبلها، مش ببني بفلوس العميل. انت حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا 50% و50% العمر بانيين حاليا 40% المشروع بتاعنا. المشروع ده مشروع فندق بالكام؟ في حمام سباحه للاطفال، حمام سباحه للكبار، حمام سباحه مغطى للسيدات، جيم، ساونا، جاكوزي، هاوس كيبنج، مطاعم، كافيهات، في كل حاجه، شاطئ خاص. احنا شايفين مع مشاهدينا الكرام ماتيريال بتتعرض من البروجكت. ما هو ده النظام اللي احنا بنعرضه للفنانه بتاعتنا باعلى مستوى فندقي موجود. ده المشروع بتاعنا اللي احنا بنعرضه. المشروع بتاعتنا الوحدات 35 متر، عاوز اكتر بنوسع اكتر زي ما انت حضرتك عايز. ده عباره عن استوديو، استوديو بتستلمه الفرش بالاجهزه وكل شيء. طيب انا النهارده لسه هستلم المشروع ده. التسليم بتاعنا خلال 3 سنين من النهارده. ليه 3 سنين؟ بدي نفس فرصه. زي ما قلنا مرسى ادرس كان المفروض استلامه في 1/28/23، سلمت قبلها ب5 شهور. احنا بنعمل كده. النهارده يا دكتور حضرتك تعاقدت معانا. باجي اقول لحضرتك هتستلم بكره. جه بكره ما استلمتيش، استلمت بعد بكره، هتقول لي لا انت مش ملتزم. صح. لكن لو سلمتك امبارح هتقول لي لا انت شركه محترمه. هو ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه، ان انا بدي نفس فرصه واسلمك قبلها. فالنهارده هو ده اللي احنا عاملينه، وهو اللي احنا هنعمله في مرسى بيتش. غير شاطئ خاص ليه، كل مشروع ليه الشاطئ الخاص بتاعه. تخيل حضرتك النهارده المشروع بتاعنا مرسى بيتش بمساحه 35 متر اللي هي الاستوديو بالفرش بالاجهزه بالتكييفات، تخيل حضرتك هيدفع كام معايا مقدم عشان يستفيد معايا؟ يعني نقول 10% مثلا من ثمن الوحده. النهارده الشركات كلها بتعلن بين 20-25 يعني 15%. بما انك بتعمل كل حاجه بره الصندوق يعني قلت 10%. طيب حضرتك عشان بره الصندوق انا ما باخدش من عامل مقدم خالص. لا ليه؟ استنى بقى. يعني ما فيش مقدم خالص وباني 40% من المشروع وبستلم خلال 3 سنين او بعد 3 سنين؟ لا مش بعد. خلال 3 سنين، قبل 3 سنين مش بعد 3 سنين بيوم، قبل 3 سنين بشويه هتستلم. بس احنا بندي لنفسنا فرصه. سعر المتر هي مش بالمتر، هي بتبقى الاستوديو كله كام؟ تمام. ليه؟ لان احنا لسه هندخل في الاستثمار واقول لحضرتك احنا بنعمل ايه دلوقتي. وده تقريبا نظام كمان في دبي، يعني لما بيجوا يبيعوا الوحدات او في اي حته بره مصر ما بيبيعوش بالمتر. بالظبط. بيبيعوا بالوحده. هو في دبي وفي امريكا. صحيح. ما شاء الله على حضرتك. عشان كده احنا اول ناس نزلناه في مصر، وكنا منزلين كمان من 2005 من قبلها. فعشان كده حضرتك احنا ما بناخدش مقدم خالص. ليه؟ حضرتك النهارده لو انا هبيع لحضرتك المج ده، بقول لحضرتك المج ده ثمنه جنيه، حضرتك بتديني الجنيه فبديك المج. انت حضرتك استلمت حاجه؟ لا. هي وحدتك موجوده لان انا باني 40% بس لسه ما استلمتيش. طب اخد منك مقدم ليه؟ اخد مقدم في حاله واحده، لو انا محتاج فلوسك عشان ابني بيها، وهنا تبقى المشكله. لا احنا بنبيع بقسط شهري على اطول فتره اقساط لمده 10 سنين. 10 سنين بتسلمني خلال 3 سنوات؟ خلال 3 سنين. وكمان يعني انت حضرتك استلمت بعد 3 سنين، لسه قدام حضرتك 7 سنين وانت مستلم. عشان النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها، طب ما في النهارده استثمار، طب القسط هيحصل فيه ايه؟ لا كمان انت القسط هيبتدي اجر لك، هتبتدي تكسب من وراها، مش هتدفع غير المبلغ اللي انت دفعته في الاول، لان انت كسبت معايا وانا بكسب معاك. طب انا بعمل ليه كده؟ النهارده حضرتك لما تيجي كاونر عندي، ازازة الميه حضرتك تاخدها ب 5 جنيه، لكن اللي انا مأجر له اللي هم الاجانب الموجودين بياخدها ب 50 جنيه اللي هو السعر السياحي. حضرتك بتكسب وانا بكسب، هي مشاركه بينا وبين بعض، المكسب ليك ومكسب ليا. نقدر نقول ثمن الوحده كام؟ هقول لحضرتك، هو السعر بتاعي 8000 جنيه قسط شهري لمده 10 سنين بس. 8000 جنيه. 8000
استشهري لمدة 10 سنين. ولما هتأجر لي الوحدة الإيجار ممكن يكون بيتراوح؟ هقول لحضرتك حاجة هقدر أحددها لك قبل الإسلام على طول، لأن لو حددت دلوقتي أبقى بظلمك. ليه؟ مرسى علم كان مشكلتها إن هي بعيدة. النهارده الدولة مشكورة عملت حاجة اسمها القطر السريع. صحيح. القطر السريع ده هيوصلك مرسى علم في 3 ساعات. يعني إيه 3 ساعات؟ كأنك رايح الساحل. بمعنى إن أنت النهارده مش هأجر لك بالشهر، أنت هتأجر بالليلة باليوم، اليوم يبقى عامل كذا، هتكسب كذا، فمش هحسبها لك شهري كام. لا ده أنت الصيف في سعر والشتاء دي سعر. فانت كسبان هنا وكسبان هنا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انا عاوز القطر السريع يشتغل واقول لك هتكسب كام، بس انا حاطط رينج مبدئي لما بيجي لي عميل على حسب المساحه وعلى حسب الموقع بحدده. ايه افضل عروض بتقدمها لمشاهدينا الكرام النهارده؟ لا انا هقدم عرض لحضرتك والمشاهدين الكرام بتاع حضرتك، عرض خاص ما تقدمش قبل كده للمشاهدين هنا الجمهوريه الجديده. بالظبط كده، على 10 وحدات. على 10 وحدات. ايه هو العرض؟ هيبقى خصم 50% على 10 وحدات. يعني القسط الشهري بدل ما هو 8000 يبقى 4000 لمده 10 سنين على 10 وحدات خاصين بحضرتك. ممتاز جدا. ممتاز جدا. 10 وحدات بس. بالظبط 10 لان انا عاملين خصم كبير 50% فالخصم على 10 وحدات. تاني حاجه ميزه احنا عاملينها بننفرد بيها حاجه اسمها شهاده الضمان. ايه شهاده الضمان ديت؟ بقول لحضرتك بمجرد ما تستلم حبيت تبيع انا بديك زياده 90% عن السعر اللي انت دفعته. بمعنى ايه؟ حضرتك دفعت لي 4000 لمده 3 سنين دفعت لي حوالي كام؟ حوالي مثلا 200000 جنيه. حضرتك وانت بتستلم احتجت فلوس لا قدر الله لاي شيء، باجي اقول لك معاك شهاده الضمان تديهاني. شهاده الضمان ديت انا باخدها وبديك 200000 زائد 90% من 200000. طب ليه بعمل كده؟ القطر السريع هيكون اشتغل، السعر هيكون عالي 300%. تاني حاجة إن أنا لما أخدها من حضرتك وأسلمها فوري هبيعها بسعر أعلى من كده 300%. يعني أنا أنت بعد 3 سنين لو عايزة أسترد فلوسي وأكسب. بالظبط. الشركة بتشتري مني الوحدة. إحنا في كشركة بنشتريها بالظبط مع الاستلام وأديك 90% من قيمة المبلغ اللي حضرتك دفعته. حضرتك دفعهم لي قسط، أنا هديهم لك كاش، لأن أنا لما أبيعها أبيعها كاش. القصة دكتورة منى إن إحنا بنعمل حاجة اسمها بيع عادل. بمعنى إيه؟ أنا بكسب والعميل بيكسب، انت شريك وانا شريك معاك، مش انا بس اللي بكسب ومش بكسبك، لا احنا الاثنين بنكسب مع بعض، حضرتك بتستفيد وانا بستفيد، هي دي الميزه اللي احنا بنعملها. انت بتعامل العميل ان هو شريكك. شريك مش عميل. احنا الاثنين بنكسب مع بعض، هو ده الفرق. لو انا هعامله عميل هعمل زي اي شركه ثانيه وهعرف اخد منه فلوس. الشركه المصريه ليها مشاريع خارج مرسى علم؟ في مشاريع خارج مرسى علم بس لسه بنتكلم فيها، احنا ما بنقدرش نعلن عن مشروع لما نكون بنين منه فعلا. ولكن في خطه مستقبليه وفي توجه ان انتوا تطلعوا بقى مرسى علم. مشاريع كمان في مرسى علم وغير مرسى علم، في بره مرسى علم بس في مفاجات كتير، بس احنا بنبتدي خطوه خطوه، ما بنعرفش نتكلم عن حاجه غير لما نبقى واقفين على ارض ثابته. هو ده شغلنا. اخر مشاريع شركه مرسى علم مرسى بيتش، وقبلها كان مرسى ادرس اللي هو تم بيعه وتسليمه والبناء 70% منه، والتسليم المرحله الاولى بدل ما كان 1/28/23 هيبقى 1/25/23، يعني قبل ميعاد الاستلام بخمس شهور. ومن اول يوم الاستلام حضرتك بقى حبيت ان انت تاجري، احنا بنعمل عقد الاستثمار مع بعض. طب انت قسط حضرتك 4000 بيدخلي كمان العائد الفرق. يعني لو بتأجر في الشهر ب 30 ب 40 ب 50 القطر السريع لما يخش الدنيا تانية خالص خالص، مكسب بكل حاجة، مكسب في السعر بتاع الوحدة، مكسب في الإيجار، مكسب في كل حاجة أنت بتعملها في مرسى علم. مرسى علم هي اللي جاية. حضرتك قلت لي معلومة في بداية لقائنا إن الشركة بتطرح 50% من الوحدات وبتفضل محتفظة بال 50% التانيين. بالظبط. بمعنى إيه؟ حضرتك النهارده كله بيبيع المشروع ويمشي. لا مرسى علم هي استثمار مش اجازه بس، مع ان هي اجازه اعلى مستوى اجازه بالحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، لا هي استثمار كمان مكسب، بمعنى ان في اجانب موجودين مقيمين طول السنه، فاستثمارك طول السنه مش وقت الصيف بس. انا بكسب وحضرتك بتكسب وفي مشاريع ثانيه، فانا محتاجك معايا كشريك عشان اكمل بقيه المشاريع الثانيه، اكسب من هنا وادخل شركه جداد معايا، فانا بكسب معاك وانت بتكسب، وده ضمان للعميل. بمعنى ايه؟ طول ما انا معاك وطول ما احنا بنكسب مع بعض وبنستثمر هفضل احافظ على المكان بتاعي. نعم. فمعنى كده ان استثمارك كل سنه يعني مش هيقع، لا ده انت هتعلى. ليه؟ لان انا حافظ على المكان قبليك، لان انا بكسب زي بس. بصراحه فكر يحترم
وجايين بفكر أوروبي وفكر متحضر وعاملين طفرة في مرسى علم. وبشكرك جدا ونورتني وسعيدة أن الشركة المصرية كانت في هنا الجمهورية الجديدة، وبشكرك على العروض اللي قدمتها لمشاهدينا الكرام. أنا بشكر حضرتك وسعيد أن أنا كنت موجود مع حضرتك. بشكرك نورتنا. شكرا جدا دكتور، ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا. كان معانا حلقة متميزة جدا، كان معانا حلقة مليئة بالمشروعات، مليئة بالتطوير، مليئة بالعمران، مليئة بالطفرة العمرانية اللي بتحصل في مصر. كان معانا لقاءات في دمياط الجديدة، كان معانا شركة بروح مرسى علم جميع مشاريعها من 2005 وهي في مرسى علم، وهي الشركة المصرية قدمت لنا النهاردة عروض لمشاهدين هنا الجمهورية الجديدة، 10 وحدات بسعر 50% ديسكاونت. أتمنى أن احنا نكون بنقدر نوصل ليكم كل حاجة أنتوا تستاهلوها، وكل جديد، وكل شركة موثوق فيها. إلى اللقاء ودمتم آمنين. مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها، حاميها ربي يخليك ليها، وتعيش وتعيش وتكبر. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها، وبيديك بيديك هتعمر. حققت الوعد لينا، هتعيش يا مصر.